مرحبا بكم. هل اعتقدت يوما ما أن هناك لصوص فاشلين لم يخططوا جيدا لسرقتهم؟ حسنا، فهناك بعض اللصوص وقعوا في مواقف صعبة، ولكن لم نقدر إنكار أن هناك لصوص ماكرة جدا وحريصة لتخطيط طرقهم الخاصة بهم. لهذا سنقدم لكم اليوم أغرب 10 عمليات سرقة التقطتها كاميرات المراقبة. عاشرا، أن تسرق بطريقة خاطئة. فجميعنا يعرف هذا، ولكن أن تسرق باستخدام طفل صغير فبالطبع سيكون إنسانا بائسا. ففي هذا المقطع نشاهد رجلا يتطلع أجهزة الحاسوب المحمولة، وفي لحظة أخذ أحدهم وأخفاها في ملابسه ثم وضع الطفل عليه، ولكن هذا كافيا لملاحظة أنه سرق شيئا. تاسعا، طريقة أخرى يستخدمها اللصوص أيضا هي أن ينتظر الضحية في المصعد، وعندما توشك على النزول يقوم بأخذ حقيبتها بسرعة كبيرة، وفي لحظة يقوم بغلق باب المصعد، وأحيانا لم يستطيع الهروب بالحقيبة فيلاحقه الضحية ويتشاجر معه. ثامنا، هذه الطريقة مشابهة للسابقة. ففي عربات المترو يقف اللص بجوار باب العربة، وفي اللحظة التي يغلق بها الباب يقوم بشد حقيبة الضحية ويجري مسرعا، ويستخدم هذه الطريقة أغلبية لصوص العالم. أمسك جيدا ممتلكاتك أثناء وجودك في عربات المترو. سابعا، هذه إحدى الطرق المنتشرة التي يستخدمونها السيدات في السرقة، وهي وضع الأشياء بين ساقيها وتغطيها بملابسهم. وهنا نستطيع مشاهدة العديد من المقاطع التي التقطتها كاميرات المراقبة لهذه السرقة على اليوتيوب، فيمكننا مشاهدة كيف يقومون بسرقة المجوهرات، أصغر الأشياء حجما، وأيضا أجهزة الحاسوب. سادسا، لا أستطيع إنكار أن هذه الطريقة تبدو مقنعة. فكيف يعقل أن يدخل اللص إلى المحل ويقوم بمحاولة فتح الماكينة الإلكترونية أمام أعين الجميع وكأن شيء لم يحدث؟ وهذه الطريقة منتشرة جدا ومعتمدة على مناورة نفسية، فيعتقد الأشخاص أنه من المستحيل حدوث السرقة أثناء النهار. خامسا، وبنفس الطريقة أمام عين الجميع، هؤلاء اللصوص ارتدوا ملابس العمال وقاموا بأخذ جهاز الصرف الآلي بدون حدوث أدنى شك بهم، وقاموا بإعادته في منتصف اليوم وكأنه روتين عملهم. رابعا، في هذا المقطع سنشاهد شيئا سيفاجئك مثل ما فاجأني للمرة الأولى. فلم أصادف يوما ما بمشاهدة سرقة لبقرة بهذه الطريقة، فعقلنا يمكن أن يصدق وضع هذا الحيوان الثقيل في حقيبة السيارة، ولكن لم يستطيع تصديق وضعها في الكرسي الخلفي للسيارة. غريبا، أليس كذلك؟ ثالثا، بالرغم أن سرقة البقر لم تبدو غريبة كما أعتقد، ولكن في هذا المقطع سنشاهد سيارة أخرى تحمل بقرة في الجزء الخلفي لها، ولحسن الحظ تم القبض على اللصوص، وما نشاهده هذا هو محاولة الموظفين إنقاذ الحيوان لإعادته إلى صاحبه. ثانيا، هناك بعض المجرمين يستخدمون براعتهم في السرقة إلى أبعد الحدود. فهؤلاء اللصوص قرروا سرقة خروف صغيرة من هذه السيارة، فتخيل معي وجه السائق عندما يصل إلى منزله ويكتشف عدم وجود الخروف بسيارته. فهذه الطريقة يمكننا مشاهدتها في الجزء الأول من سلسلة أفلام Fast and Furious. في المرتبة الأولى، بالطبع الآن نحن أمام الطريقة الأكثر مكرا وذكاء. فهذا اللص الشاب تعمد تشتيت انتباه هذه السيدة عن طريق إرقاء منتجات من الأرفف حتى تقوم بإعادتها، وفي نفس اللحظة يقوم بسرقة محفظتها. الآن وصلنا إلى نهاية الفيديو، شكرا للمتابعة، وانتظرونا في فيديوهات قادمة. إن أعجبك هذا الفيديو قم بالضغط على زر اللايك واشترك في القناة. إلى اللقاء.